مبروك الأستاذ محمد الأمين، لأن فعلا هو دائما متواجد دائما حاضر في الأنشطة كاملة ودائما حاضر مع مديرته. هنا من خلال آية نوجه تحميد الإخوان وجمعية بيت مبدع العلاش، أنهم دائما يشجعوا الطاقات ديال الشباب المبدع. والقضية أنا لاحظت يعني كاين واحد الغياب ديال الشباب بخلاف في الافتتاح الأول لسنة كما قال الأستاذ سنة 2013 كانت القاعة يعني عمر الشباب كانوا إذا تعقل السي شرقي لأني فرقة ليت بريديس تابعة لدار الشباب الرشيدي آنذاك كانت مجموعة ديال القطارة كانوا مجموعة ديال الشباب وكنت فرحانة بزاف لأن في الحقيقة كانت الأبواب مفتوحة وكان واحد الحماس وواحد النشاط فأنا من هذا المنبر كنطلبكم أنكم تشجعوا الشباب يدخلوا بجميع أنواع الأنشطة سواء موسيقى سواء فن تشكيلي سواء رسم. والأستاذ كاين متواجد معنا أستاذ حكيم أنه أستاذ تحية واحد المرحلة لا أصدق أن العمر مر بهذا الشكل هكا وهذاك اللي قمت بها محمد برياس كان فقط جزء من الواجب اللي تعلمناه من الأساتذة ديالهم حاضرين معنا هنا كنا كنطبقوا داك الشيء اللي قريناه عليهم لا أكثر. شكرا. معلمة كبيرة كبيرة أقول كبيرة في المديح وفي السماع، ولولاه لما كان هذا الفن قد انتشر والحمد لله قد ظهر أو ظهرت على يديه جماعة كبيرة من الشباب وله الفضل كذلك في هذا الميدان، فهو ما زال يضحي فيه وما زال نبراسا للسماع وفن المديح. فالسي عبد الحميد الزواي صفق له بحرارة. وشكرا له ولأفراد الجوق كذلك.